اغتيالات بدم بارد ولائحة ضحايا قد تكون طويلة. حال رعب يعيشها العراقيون، وتحديدا بعد موجة التصفيات الأخيرة التي تنفذ على طريق العصابات وفي وطح النهر. آخر فصول مسلسل الرعب هذا مقتل معاون طبي بالبصرة بالرصاص بينما كان يعبر الشارع، فيما نشرت ملكة جمال العراق فيديو تعبر فيه عن خوفها الشديد بعدما تلقت رسالة تهديد. رسميا ناقش مجلس الأمن الوطني العراقي برئاسة رئيس الحكومة حيدر العبادي جرائم الاغتيال والاختطاف في بغداد والبصرة ومحافظات مختلفة بانتظار كشف خيوط تلك الجرائم. هل سنذبح كالدجاج؟ كلمات تحدثت بها ملكة جمال العراق والإعلامية شيماء قاسم وهي منهارة من البكاء والخوف. شيماء تلقت تهديدات مفادها أن دورها قادم ضمن سلسلة الاغتيالات، ما يشير إلى احتمال وجود لائحة بأسماء مستهدفة والتي يبدو أن أغلبها من النساء. مسلسل بدأ في 16 من أغسطس عندما أعلنت وزارة الصحة العراقية وفاة خبيرة التجميل رفيف الياسري في ظروف غامضة. أسبوع بعد وفاتها توفيت رشا الحسن، هي الأخرى خبيرة تجميل. 25 من سبتمبر شهد اغتيال ناشطة حقوق الإنسان العراقية سعاد العلي في وضح النهار وأمام المارة ولم تكن بمفردها. لم يمض يومان على ذلك حتى فجع الشارع العراقي باغتيال وصيفة ملكة جمال بغداد تارا فارس بإطلاق النار عليها وهي بداخل سيارتها في وضح النهار أيضا. الرجل الوحيد في مسلسل الاغتيالات هذا كان معاونا طبيا في مدينة البصرة الجنوبية، ولا تبدو صدفة حسب البعض أن تكون العملية تمت بنفس أسلوب العمليات السابقة، ما يمكن أن يشير إلى أن الجهة المنفذة هي ذاتها. أغلب من في اللائحة هم مشاهير من النساء، لهم تأثيرهم ومعجبيهم، ما رأى فيه البعض إشارة إلى أن الهدف لم يكن الأشخاص بذاتهم بقدر ما كانت النية نشر الخوف في الشارع العراقي. أسلحة كاتمة للصوت، سيارات مضللة، دراجات نارية وسرعة في التنفيذ والهروب وإرسال رسائل تهديد قبل التنفيذ، جميعها تنتهج أسلوب العصابات والميليشيات التي تحاول تأكيد انفلات الوضع الأمني في البلاد. لكن تحقيقات الشرطة لم تخلص حتى الآن إلى اتهام جهة بعينها أو الربط بشكل لا يقبل الشك بين كل هذه الجرائم. ومعنا من عمان نائب رئيس المركز العراقي للدراسات دكتور باسل حسين. دكتور باسل أهلا بك. يعني على ربما معادلة السيريال كيلر أو هذا القتل التسلسلي، كيف يمكن وضع هذه الاغتيالات حالة الرعب التي تعم الشارع العراقي، ما يحصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حتى هنالك أحياء وشوارع كانت تنبض بالحياة اليوم هي أشبه بشوارع أو مدن أشبه إن كان في العاصمة العراقية أو سائر المدن العراقية، أي مؤشر لهذه الجرائم وأي جهة تستفيد اليوم من وضع العراق يعني في آتون هذا الرعب الجديد؟ بدا مساء الخير اخي الكريم ولمشاهدي سكاي نيوز العربي الكرام. هذا امر طبيعي بفعل غياب منطق الدوله لجهه منطق اللا دوله. بالعراق لا توجد دوله بالمعنى الحقيقي، لان بعض رجال الدين فوق الدوله، بعض الشخصيات السياسيه فوق الدوله، المافيات فوق الدولة، الأحزاب فوق الدولة، الميليشيات فوق الدولة، السلاح فوق الدولة، العشائر فوق الدولة. لكن لماذا في هذا التوقيت أستاذ دكتور باسل، هذا التوقيت تحديدا يعني حالة ما تصفه بأن لا دولة، يعني هنالك أكثر من عقد وسنوات طويلة، ولكن توقيت اليوم هذه الاغتيالات، اغتيال مشاهير والعدد الأكبر من السيدات والناشطات عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو ما يعرف بالإنفلونسر؟ هو حقيقة المسلسل الاغتيالات لم يختفي يوم من المشهد العراقي، عمليات الخطف وغياب الأشخاص هذا أمر ممنهج تقوم به جهات يعني معروفة للشارع العراقي، بيد أنه الآن الاختلاف في المشاهير ربما
التركيز تم لانه تم استهداف المشاهير، لانه انا لا اعتقد هم الاشخاص بذاتهم مستهدفين، وانما هو خلق هذه الحاله من الرعب، انه تكميم الافواه، فرض نمط من الحياه لجهه محدده. الجهات تقول انا صاحب الكاس المعلى في العراق، وبالتالي يعني ايضا هذا حتى ينعكس في من يحكم العراق في الاربع سنوات القادمه. بالتاكيد هذه عمليات ليست اعتباطيه وانما عمليات. طيب اي جهه تستفيد؟ اي جهه تقول اليوم الامر لي، وهي يعني التي تريد ان تاخذ كل هذا المجتمع ربما الى هذا التحجر، او ربما لتقليل ما كان هنالك من ضمانات في المجتمع وحقوق في المجتمع العراقي؟ الميليشيات، هذا امر لا احد يعني ينكره في العراق. الميليشيات هي التي تحكم العراق، والمافيات هي التي تحكم العراق، ويراد للعراقيين ان يخضعوا لإرادة هذه الميليشيات في النفوذ والحكم والهيمنة، وبالتالي هذه رسائل واضحة حتى من يعارضهم سواء في نمط الحياة أو حتى في الكلمة. أنا أتصور السنوات أو الأربع سنوات القادمة سنشهد يعني تكميم للأفواه، حالات الاختطاف ستزداد، حالات الاختفاء ستزداد، أنا هذا الأمر أنا متأكد من عنده. وحقيقة نحن يعني مقدمين على أيام يعني لا تبشر بخير، وهذه هي مقدماتها بالتأكيد. مع غياب الأمن، لأنه الأمن أصبح الآن صناعة، أول مرة أنت تصنع الأمن وبعدين تجي مرحلة لاحقة هي تحفظ الأمن. إحنا بعد 15 سنة صناعة الأمن مر. ولكن خطورة ما تقوله يعني دكتور باسل اليوم يفرض مسؤوليات، إن كان على مجلس الأمن الوطني الذي اجتمع برئاسة رئيس الحكومة، أو حتى على الحكومة الحالية أو الحكومة المقبلة، وتحديدا رئيس الحكومة، تبعات هذه الجرائم تكون أولوية لدى أي حكومة، لدى وزارة الداخلية ولدى مجلس الوطني للأمن. يعني شوفوا، احنا نشوف العمليات المصورة للأشخاص، الأشخاص غير ملثمين، ثانيا مدربين، يعني حتى ما كان يقال المشكلة، الرواية الرسمية رواية مرتبكة تقول انه على سبيل المثال احدى الناشطات قال طليقها، خرج شيخ عشيرتها وقال طليقها انسان مثقف ومشرف تربوي وانكر ان يكون طليقها. عملية الاستهداف عملية محترفين، وليس يعني شخص يحاول ان ينتقم والى اخره ويهرب. نعرف ان طبيعه المجتمع العراقي من يقتل يعني زوجته وطليقته يبقى يعني حتى يحتفل بهذا، نوع من التفكير القبلي العشائري في العراق، هذا ما يعني يستهدف ويهرب، وعمليه احترافيه. بقى المشكله الاساسيه هؤلاء يعني غير ملثمين، بوجوههم معروفه، يدركون جيدا انهم يفلتون من العقاب، لانهم لديهم ارتباطات حتى مع يعني نفوذ في داخل الدوله، وبالتالي يعني حتى محاسبه الدوله او يعني التعكز على الدوله ربما ستحاسبهم، يعني مثل عشم ابليس بالجنه، لان هؤلاء لديهم نفوذ في داخل المؤسسات الامنيه والقضائيه، وبالتاكيد سوف يفلتون من العقاب. طيب من حملتهم مسؤوليه هذه الجرائم أو هذا القتل المتسلسل؟ يقولون نحن نريد تطهير المجتمع العراقي، نحن نريد إعادة هذا يعني المجتمع إلى رشده، ولكن الواقع بأن هذا المجتمع يذهب إلى ظلامية، أو هذه الحالة التي تبث الرعب في النفوس أصبحت حالة عامة، وفي عدد كبير من المناطق إن كان في العاصمة المدن الكبرى بعد تنوع هذه الجرائم وتعددها. ليه؟ لأنه لا يمكن أن تفرض نمط معيشي للحياة. المجتمع العراقي هو مجتمع بذاته متنوع ومتعدد الثقافات، أن تأتي وتفرض رؤية محددة أو نمط عيش محدد، هذا نوع من الإرهاب. يعني ما الذي يفرق على اسم داعش وهذا الفكر؟ هذا يعني وجهان لعملة واحدة، وبالتالي يعني سطوة الميليشيات يعني ستكون أخطر، لأن سطوة الميليشيات تأتي من عوامل قوة
انه يعني تستمد قوتها من الدولة ومؤسسات الدولة، وتستثمر حتى احيانا عجلات الدولة في تنفيذ عمليات الاختطاف وعمليات القتل والى اخره. والمشكلة انه الى الان لا نسمع الا تبريرات، لم نجد اي تقرير واضح من المؤسسات الأمنية او اعتقال لشخصيات، مع انهم هنالك كاميرات متعددة ممكن تشكك اليوم في نجاح هذه التحقيقات في الوصول او الكشف عن الفاعلين لحماية هذه الميليشيات التي تحدثت عنها. بالتأكيد، لأنه هذه الميليشيات لها عناصر من القوة، يعني حتى أنه تستطيع أن تفرض إرادتها حتى على الأجهزة الأمنية، بل الأجهزة الأمنية تخشى على نفسها أحيانا، يعني ربما هي تعرف من هو يعني المقصد لكنها لا تستطيع حتى على سبيل المثال اعتقاله، لأنه هذه العناصر التي نفذت يعني لديهم سلاح ولديهم معتاد ولديهم حتى قوة، يعني وبالتالي القبض عليهم هو يعني مجرد أمنية أكثر من واقع، لأن هؤلاء فوق القانون وفوق الدولة، وبالتالي يعني المحاسبة هذا يعني أمر لا أعتقد أنه سوف يتم التنفيذ، ولذلك تجد كثير من التبريرات باتجاه اتهامات نحو طليقة أو عصابات أو يعني قضية جنائية. حقيقة أنا لا أعتقد هذه قضية جنائية، هذا قتل يعني عن عمد، وهذه ظاهرة يراد منها أهداف وأجندات سياسية واجتماعية لجماعات لديها القوة والنفوذ، وتحاول فرض نمط حياتي ونمط معيشي فضلا عن نمط سياسي محدد. والسنوات القادمة سنشهد تكميم للأفواه، تكميم للحريات، والقادم أنا أعتقد أن الأسوأ لم يأتي بعد مع هذه الجماعات. نائب رئيس المركز العراقي للدراسات دكتور باسل حسين، كنت معنا مباشرة من عمان، شكرا جزيلا لك. شكرا. وتتابعونا بعد قليل في الملف الخاص من غرفة الأخبار. الإنترنت نحو كسر الهيمنة العالمية.